حصتنا اليوم، كنا نحكي على تجربة تجاني بالعيد. ضيفنا اليوم مع انتر ميلانو، خذلك بلاستيك فيجو، لا لويس فيجو. لا، كما قلت لك اول عام لعبت وكنت ديما في الجروب وديما على البنك، فهمتني؟ اما من بعد عملوا ريكروتمون بصراحه، تعرف روحك اخويا برمشي لوجه، مش لوجه معايا لكن برمشي العب خاطر كورجي كما قلت لك قبليكه عندي انا، معناتها يتقدم كان كي يكور، كلمه يكور صحيح معناتها يبدا مش يتقدم يوخر خاطر البروغريسيون نتاعو ما تمشيش والفاليو نتاعو ما تمشيش، فهمتني ولا؟ دونك يا خويا مشيت لسلافيا براغ، لعبنا تشامبيونز ليغ غادي وغادي فريمون مع الكارير نتاعي بدات. خوليو سيزار كان قريب لك برشا؟ لو الكلهم بصراحة أقرب واحد وبافي مي مارتينز، خاطر هو خرج من سون دو فورماسيون قبلي أنا وديما نمشي لونترينمون خاطر ما عنديش كهرباء، عندي 17 ديما نمشي لونترينمون معاه في بالي بعد... في بالي حضرت في الانيفرسير نتاع خوليو سيزار حاجة هك. لا لا، نتاع ادريانو، نتاع ادريانو، نتاع ادريانو، نتاع ادريانو صحيح نتاع ادريانو. كيما قلت لك هذوما جوارات بصراحة دي ستار. و شكون مازلت معاهم كونتاكت تو؟ مارتينز معاهم كونتاكت، مارتينز وليفي داكور، داكور ديما كونتاكت مع داكور خاطر جا هو وجا بصراحة كان جوار كبير في فرنسا وجا وانا كنت صغير وخذاني معاه تحته، فهمتني؟ مش تحته اما يحكي معايا ونفهم رواحنا صحيت معناتها، فهمتني ولا؟ يعاون فيك، يعاون فيه صحيت. بصراحة تجيني لو كان نجحت مع الانتر قعدت تلعب مع الانتر تختار تلعب بك بيرسونال تونس؟ بيان سور، خاطر انا كنت في الانتر وكنت مع البروفيسيونيل نتاع الانتر وقت اللي انا اخترت تونس، وانا كنت مع ليكيب ناسيونال نتاع فرنسا في لي جون وقت اللي اخترت تونس، فهمتني؟ ما ندمت شوي على شوي هذا؟ لا 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 مستحيل. ما كانش لو كان مثلا انت لعبت في لي جون في فرنسا، لو كان اخترت فرنسا تكون عندك مسيره اخرى مثلا؟ ما تنجمش تقول تختار فرنسا ولا ما تختارش، يا ريت فما حاجات يجيو قدامك قضاء وقدر، معناتها هذيك المكتوب نتاعك ما تنجمش. صارتني لك لوفر هذيك روجي لو مير، وقتها حموده بن عماره جاني في فرنسا قال لي بصراحه نحبوك تجي مع تونس، ومشيت ديريكت معناتها فما الفيلينغ. عمرك ما خممت تكون تلعب في فرنسا مثلا؟ والله في العمر هذوم في العمر هذاك ما تنجمش تقول نختار، وانا ما كنتش نحس روحي لا ستار لا حتى شيء. تجيك حاجه قدامك ايكيب ناسيونال ا وانت مازلت خاطر وقتها مازلت ما عملتش حتى اكثر من 5 ماتشات بروفيسيونيل يا ما في الانتر كومام. كيما قلت لك قبيليك انا ما نشوفهاش هكا، انا لازم ريسكي جوار ما عملش اكثر من 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 30 ماتشات بروفيسيونيل ما نجمش نقول حتى من لاعبي بروفيسيونيل عندي انا بصراحه. نفس السيتياسيون نتاع توا حمزه رفيع اختار تونس هو لاعب في الليكيب الثانيه نتاع اليوفي صحيت. انا بصراحه هذيك حاجه حتى هو جوار كبير ما نجمش نقول لك حاجه اخرى، لكن اخويا لاعب في الليجان نتاع جوفنتوس معناتها ما تنجمش تحطه تيتولير في الليكيب ناسيونال عندي انا بعد هذيك لافي نتاعي. لكن اخويا سورتو هو ملاعب كبير، اما يلعب مع الصغار خليه يلعب مع ايكيب في السيريا، وانا متاكد اللي هو باش يعمل كارير كبير. اما لازم يلعب ايكيب بروفيسيونيل قبل ما يجي لتونس. علاش تبدل برشا جمعيات؟ لعبت في برشا جمعيات؟ ما كيما قلت لك مش تبدل برشا، خاطر بديت صغير ديجا من الاول، عملت 4 سنين في سلافيا براغ، ومن بعد صارت لي كل فاز صغير مع هي باري اف سي الانتر بي اس في روما سلافيا براغ اي ميسيل شولد سيتي ابويل نيقوسيا يونيو برلين تعرف علاش مويرانسي بورتوغال الكلوب سي اس اس اليونان. ومن بعد سلافيا براغ صارت لي كنت عندي بيغ تيغويدي هذيك ما نعرفش كنت عليها تعرف عليها التيغويد معناتها كنت عندي مرض خلاني ما نكورش 9 موا، وكيما قلت لك قبيليك جوار يا ريت كي حابس 9 موا يولي من بعد مش يعاني، لكن تدخل في جروب وهما عملوا بريباراسيون، انت تدخل في اخر ميركاتو فوق بلاستيك ما فكيش بلاستيك تلقى جمعيه اخرى خاطر سينو، فهمتني ولا؟ دخلت في كل في كل السيركل هذاك الخايب، فهمتني ولا؟ لكن ديما ما فوالا معناتها كي تقول عملت 6 شهور في الهول سيتي، هول سيتي ابول نيكوزيا مشينا كارد فينال تشامبيونز ليغ في الاوروب معناتها مش في فهمتني ولا؟ فوالا الكارير نتاعي مشيت هكا، ومن بعد عملت عامين في نيون برلان وفي في 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 المانيا، ومن بعد كورت في كلوب افريكان 3 سنين معناتها فوالا فما منك انت ما تطولش ولا منهم هما ولا الزوز؟ مش منهم هما فما فيلينغ فهمتني انا ما تقلق فيسع نجم نقولوا مش تقلق فيسع، اما ريت جواري يحب يلعب ما يلعبش خويا خليه يمشي على روحه وكا فهمتني ولا يحب يلعب
فما ايكيبات انا غلطه نتاعي فهمتني ولا جيت ما عملتش جيت هما عملوا بريباراسيون وما فاكيتش بلاستي فما دي شامبيونات كيما الهول سيتي في انجلترا هذيك ايكيب ماهيش تكور ديما كالكوره كالاغريسيف ولازمك تبدا هكا ومش كوره نتاعي يا اخي مشيت من غادي فهمتني ولا ابول نيكوزي مشيت غادي صحات في لو 31 نتاع الميركاتو هي ايكيب مترشح في تشامبيونز ليغ رابح بطوله ومورها واضحه فهمتني ولا كورت غادي اون بلوس كورت برشا ماتشات لكن اخويا يقول لك اخويا انا ما كورتش كيما حبيت في العمر هذاك حبيت نمشي نكور فهمتني هكا وهذاك مشيت حتى بطولات تغريبه كيما اندونيسيا ماهيش مستاهل لا اندونيسيا مشيت من بعد كي شفتك هكا مشيت اندونيسيا حبيت نجرب حاجه اخرى ونبعد مشيت تحوس غادي نعرفوها في الفوياج نوست حبيت تمشي اندونيسيا لا 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 انت تخمم هكا خاطر نحن في تونس ما نشوفوهاش غادي لكن اخويا تلعب كل ماتش 50,000 يتبعوا مش نورمال وباش ايكيبات وبطوله في مي انتونسيتي مش نورمال تفهم برا فما جوار التوانسه مشاو كاو غادي فهمتني لما جيت شهودي مشى كاو سفيان غيغاني ظهر لي غيغاني صحيت تو يعمل مدرب بقى ويعيش تو قاعد يعيش غادي ويعمل في معناتها يدرب ايكيب غادي في الدوزيام ديفيزيون يعني بصراحه بطوله لازم سورتو معناتها سورتو بالنيفو تاعو نحن اللي عندنا لازم نقدروها فهمتني وانت تلقى فرصه تمشي ما ترجعهاش لتالي لا لا مشيت للعراق زاد ما تخفتش من الحلب شويه غادي لا والله لا الاوضاع الامنيه رايفه غادي لا هاكا فما جوار تونسي يلعب تو نضال صعيد صحيت لا لا والله النيفو في العراق نحكي لك بصراحه معناتها اقوى من تونس ب 1100 مره فهمتني اقوى من تونس ب 1100 مره عندهم استادات شنو يعني. كلهم خير من تونس تجيني لا مش كلهم خير من تونس اما خويا عندهم استادات خويا مش نورمال في تونس عندنا في تونس عسوسه رادس وصفاقس داخل كل هاك شفت منزل اليوم ماذا مش بتصفاقس علاش ما طولتش في السي اس اس جيت لطفي عبد النادر صححني بدوي ناصر بدوي ومن بعد جمعتين يخرج لطفي عبد النادر وانا ساعات كونتراتو باهي بصراحه غادي كونتراتو باهي يجي منصف الخماخم هكا هو معناتها لقى عنده بروجي اخر ما يحبش الكونتراتوات الكبار وجوارات هكا يحب جوارات صغار وقليله يحب بروجي نتاع صغار وهكا هو معناتها تفهمنا ومشيت على روحي والعيشه غادي ما مشاتش معايا بصراحه علاش؟ ما مشاتش معايا معناتها انا كنت في كلوب افريكان وفي تونس والعائله بصراحه ما مشاتش معايا غادي العيشه معناتها ما مشيتش معايا اكثر من هكا في اكثر من هكا فهم اكثر مش واضحه الجمله فما واحد حجره مرتاح فما واحد حجره مانيش كنت ما كنتش مرتاح غادي هكا تحب تعيش في العاصمه معناها مش في العاصمه غادي ما كنتش مرتاح ما تحبش تفسر ما شنو نكبش غادي نوح انا اخويا شوف اخويا ما نحبش روحي مرتاح معناتها بعيد وهكا معناتها ما حسيتش روحي مرتاح خرجت بين سايبك خويا مسيتش احكي لي شويه على المنتخب تجيني رغم اللي ظهر لي الناس الكل ما تشكش في الفاليو شويه نتاعك لكن ما كانت عندكش علاقه كبيره بالمنتخب كانت صحيح عملت اكثر من 30 ماتشات لكن الفرصه اللي جاتني باش نلعب كوب افريقيا انه نولي معناتها في التاريخ عملت اكسيدون وعملت شهر ما نعرفش كنت تتذكرها عملت اكسيدون وضيعت كوب افريقيا 2 جام في 2008 2008 نذكرهاش والله شنو نسيتها؟ لا مش نسيتهاش ستة نتاع الصباح ما نجمش نقول لك اكزاكتومون ستة نتاع الصباح صحيت عملت اكسيدون وانا سايي معناتها تيتولير في ليكيب ناسيونال وروجي لو ميغ يحبني وكنت تيتولير في سلافيا براغ ونعمل سامحني غلط 2012 نلعب تشامبيونز ليغ غادي في سلافيا براغ وكنت تيتولير في ليكيب ناسيونال وفما برشا جمعيات راهو نحكي لك برشا جمعيات في البوندس ليغا باش يجيو يعملوا لي سكاوتينغ غادي معناتها فهمتني ولا خاطر لاجون تاعي كان واحد من غادي قال لي سي بون عندي اوموان 10 جمعيات باش خاطر 19 سنه كنت نكور في تشامبيونز ليغ ونكور تيتولير في ليكيب ناسيونال فهمتني وعندي جمعيات باش يعملوا فيناليزاسيون غادي يشوفوك غادي تكور و سي بون معناتها فهمتني هكا معناتها بدل لك حياتك الاكسيدون هذاك لا ما بدلليش حياتي كيما قلت لك قضاء وقدر كنت اش تعمل مسيره كرويه خير في الكره شوف فما دي ديكليك هذوما اللي ما خديتهمش دي فيراج وكا هو معناتها خسرت دي فيراج نتاعي وقتها وكا هو خاطر وقتها حتى الانتر كي مشيت لسافيا براغ بري اول عام قالوا لي يرجع فهمتني ولا اما قالوا لي يرجع ما نرجع غادي والعب ماتش وهكا فهمتني ولا شنو صار وقتها احكي لنا انت في الاكسيدون كيفاش كان
انا بشوف الريفيون، عملت الريفيون غادي في 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 سوسه وقتها نحن كنا ستاج، وريت الجورات اللي كانوا في الاوروب جاوا الجمعه اللي قبل فهمتني، يعملوا بريباراسيون خاطر نحن وقفنا البطوله في في مي ديسمبر فهمتني. جينا في في تونس باش نعملوا بريستاج باش من بعد الجورات نتاع تونس يدخل في في, في الجروب ونمشيو للكوب دافريك. خلت ثلاث ايام ريفيون معناتها ليبر فهمتني ولا مشيت عملت ريفيون في الغوتور نتاع مشيت عملت في سوسه ريفيون في غوتور في الغوتور نتاع سوسه عملت اكسيدون. اي الاكسيدون كيفاش كان؟ انت غلط كيفاش؟ لا مانيش غلط، اما في تونس فما شفهمت فما ريت تعمل اكسيدون هذوما 15 جور هذوما متوقف ايقاف تحفظي صحيح 15 جور هذوما 100% واضحين فهمتني. شنو تتفكر منه الحادث هذاك؟ شنو الاكسيدون هذاك شنو تتفكر منه؟ لا انا انا في في الفوا دو توروت نتاعي فما شكون عمل اكسيدون في الفوا الاخرى معناتها جا في الفوا نتاعي وما كانش ريت الدنيا ظالمه وفما حتى بلو نتاع واحد فهمتني ولا اكسيدون وانا جيت في في جا في الشارع نتاعي على ساقيه. لا عمل اكسيدون وريت في الاكسيدون نتاعو فما عباد معناتها تي حسيرو فما عباد خرجوا من الكهرباء نتاعهم في الاكسيدون نتاعهم وانا ماشي في لوتورول فهمتني. اي على ساقيه كانوا العباد على ساقيهم. لا فما عباد معناتها في 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 كيما قلت لك فهمتك طايحين زوز ماتوا زوز من الناس ظهر لي فيها. اي ما في, في الاكسيدون اللي قبلها فهمتني مش خاطر هم فما شكون عمل الاكسيدون قبلي انا. انت ضربت شكون؟ وانا لا ما عملت في اي في تي عملت بعت على كهرباء وانا من بعد عملت اكسيدون في كهرباء اخرى. ما صارش في حد شيء؟ لا 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 ماشي صار فيه. انا كنت مع كنت مع نسيبي الله يرحمه. توفى فيه؟ توفى فيه الله يرحمه. الله يرحمه. دخلتوا في حاجه؟ دخلنا في كاميون اللي هو كان في 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 شغل باكوتي فهمتني في لوتوروز. مومو صعيب نتصور ها؟ صعيب بيان سور متاكد معناتها بيان سور صعيب. اما دي دي دي, دي قضاء وقدر ما تنجمش معناتها هذاك مكتوب. ما زلت تفكرها لليوم نتصور ولا؟ بيان سور تفكرها ديما. انا كيما قلت لك اسلام راهو كاتبه معناتها 50,000 سنه قبل ما ربي خلق خويا الدنيا خويا كتب خويا شنو اللي شنو باش يصير في حياتنا. صحيح. الجماعتين اللي في الحبس كيف عديتهم هذوك؟ لا اكثر من ثلاثه جماعات. ثلاثه جماعات عديتها. شوف بصراحه سونساسيون خايبه خاطر ماشي باش نلعب كوب دافريك ونولي انا نتفرج في كوب دافريك معناتها في الحبس معناتها فاش في الحبس كوب دافريك بلوس دو سا. ريت مثلا نعطيك اكزومبل ريت مثلا في فرنسا تعمل اكسيدون خويا ماكش ظالم فهمتني ولا ولو معناتها العيشه نتاعك ما تبدلش ما تبدلش معناتها فهمتني متوقف وتفرج في تتفرج في الكوب دافريك معناتها في في الحبس سي بيريود صعيبه. توجع اش حسيت وقتها؟ مش تحب تحس معناتها توجع؟ اي توجع ما من بعد صحيح معناتها كيما قلت لك اسلام ربي معناتها هو الكاتبه كاتبه. اللي في الحبس كيفاش كانوا يتعاملوا معك وقتها؟ يعرفوك؟ لا بصراحه فرحوا بيا و بصراحه معناتها فرحوا بيا انا ما كنتش عندي حتى اشكال معناتها ما عندي ما صارت لي حتى مشاكل في في الحبس غادي. اي فيعرفوك معناها فرحوا بيك العباد. فرحوا بيا كيفاش كان كيفاش استقبلوك؟ استقبلوني بالباهي فرحوا بيا بصراحه فرحوا بيا. جورج ليكانس ظهر لي اسوء اسم بخلاف الكوب دافريك هذه ظلمك في كوب دافريك واحده اخرى ظهر لي كنت تكون موجود فيها 2015. صحيح 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 بصراحه صحيح 2015 كنت في ديسمبر وقت الكوب دافريك في ديسمبر ولا في جانفي وانا كنت ميور بوتور في الشامبيونا وميور باسور في الشامبيونا فهمتني. بون ماكش كونفوكي باهي سي با غراف بار. اما خويا تضرب بالنسبه نحتير انا وقتها مشيت للمغرب فهمتني فاكونس يتضرب بالنسبه بنحتير وصايي معناتها الصحفيين الكل يكلموني صايي ان شاء الله باش يكلمك وبرشا عباد كلموني صايي ان شاء الله وفرحت انا قلت هاي الحمد لله معناتها من بعد شنو اللي صار لي قبل ضيعت كوب دافريك الحمد لله باش نرجع كوب دافريك معناتها عيط لي ادم رجايبي بكل احتراماتي ما يستحقش كان مش ما يستحقش بكل احتراماتي اما انا احسن بيتور في الشامبيونا واحسن باسور في الشامبيونا سامحني اذا تعبان نسبه نحتير اللي هو ريجيسور اخوي كلمني عيط لي اخويا تبدا في الجروب اخويا ما تلعبش تيتيلير اخويا ابدا في الجروب فهمتني. ما عيط ليش وعيط ادم رجايبي وقتها وكاو باش نكملوا بكويز لكن قبل هذا عندي اخر سؤال
كانت عندك علاقة بممثلة تونسية؟ لا حتى ممثلة تونسية؟ لا 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 شكون خاطر خرجت كلام تاع عندك كانت علاقة بمرام بن عزيز. لا لا مش صحيح. سمعتها أكيد مش أول مرة تسمعها. لا مش أول مرة أسمعها مش صحيح والله والله ما نعرفهاش عمري ما حكيت معاها وعمري ما نعرف. والله مش صحيح. ديجا حتى كي خرجت من الكليوب وقتها قالوا سليم الرياحي ما حبش تيجي تكون عنده علاقة بالممثلة هذيك. لا شوف ريت يخرجوا في حكايات أخويا والله في تونس عمري ما ريت أخويا ما عندي حتى علاقة بها وعمري ما حكيت معاها وكاو معناتها. باه يعطيك الصحة تيجاني نكملوا مع آخر بريك في الحصة نتاعنا اليوم لوكويز. لوكويز مجموعة من الأسئلة جاوبنا من غير برشا متخمم برشا. باهي شكون اليوم أحسن لاعب في تونس؟ في تونس؟ إيه نتصور صعيبة هذيك الهوني نتاع الإسبيرونس. تونسي تونسي تونسي؟ إيه بن رمضان نتاع الإسبيرونس. الحمد لله بن رمضان. شكون أحسن لاعب في تاريخ نتاع تونس؟ تاريخ؟ إيه أحسن لاعب جابته تونس. عندي بصراحة زوز بو فما تاريخ اللي قبل اللي خلط عليهم أنت مثالش اللي خلط عليهم أنا بصراحة حاتم ترابلسي وكريم حاجي خاطر عملوا كارير كونستانت أخوي في الأوروب وعندي أنا معناتها بصراحة. وإذا كان تختار واحد حاتم ترابلسي. شكون لاعب في بطولة تونس تشوفه قادر ينجح في أوروبا؟ لعبت أنت برشا جمعيات في أوروبا تشوف تونسي قادر ينجح غادي؟ قاعد ينجح ينجم ينجح غادي من تونس من بطولة تونس ينجم ينجح. هاي ياسين مرياح. ياسين ديجا في الأوروب من بطولة تونس قلت توا. هاي كيما قلت لك بصراحة بن رمضان اي بن رمضان عندي أقوى بوتنسيال معناتها توا في تونس. أحسن لاعب تونسي بن رمضان توا؟ توا عندي أنا. باهي شكون أحسن لاعب في الكلوب توا؟ في الكلوب توا؟ هاي ياسين شامخ. شكون اللاعب تشيخي تلعب معاه؟ تبدأ معاه في التيران نشيخة صبر خليفة. اللاعب بالعكس لو تتقلق كيف تبدأ معاه في التيران؟ لا 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 اي مسيجة باب الفدكة نحكيه مش تتقلق اي فدك زهير داوتي شبيع علاش يقلق خاطر ديما اخويا غلطة جامي يغلط هو يحكي برشا صحيح. باش كون اقرب لاعب ليك؟ اقرب لعليا لعبي لي نادر غندري. باه شكون ديفونسور تقرا له حساب تخاف منه هكا يخوف ديفونسور؟ بون انا مانيش كونفونتي برشا ديفونسور نقولو بيفو موش ديفونسور معناتها. باهي ميسيلش عندك فرانكوم كوليبالي نتاع ليسبيرونس كاسحين ديما معناتها يضربوا كاسحين معناتها فهمتني لازم تلعب بخبره معاهم خاطر كي باش تمشي بالبويسونس بالحكايات ما عندك وينتوس مش ما عندك وينتوس لازم تلعب خبره تعرف وين تاخذ الكوره خاطر سينو ولا يضربك ولا ولا كاو. شكون احسن اونترينور تونسي؟ اونترينور تونسي فوزي بن جارسي. شكون احسن اونترينور ترينيت عنده؟ ترينيت عنده؟ في تونسي ولا كيما تحب ميساج ترينيت عنده؟ آه. مانشيني. مانشيني. قداش أول سالير خذيتها؟ أول سالير؟ أي 2000 يورو. آخر سالير خذيته؟ أكبر سالير معناه؟ لا ما نجمش نقول الحكي. عليه؟ لا لا خلي. في ليه؟ نحب نعرف مسيرة. أول واحد باهي لا لا. في الانتر باهي قداش كانت سالير؟ كانت في الهول سيتي. في الهول سيتي. أقوى سالير في الهول سيتي. إي قداه؟ لا ما نجمش. تينا ما فيها شيء، تعديت تو عندها سنين تو الحكي. لا لا. لازمش نقول لا باهي ماتش ما تنساهش ماتش ما تنساهش فرنسا فرنسا تونس في فرنسا في باريس. علاش؟ على خاطر بصراحة أنا فرانكو تونيزيان معناتها مولود في باريس و تلعب ضد فرنسا في ستاد دو فرانس والعائلة حومتي والعائلة كلهم معناتها في ستاد فهمتني وتلعب ضد كان ماتش سبيسيال اللي كنت حبيت تربح فرنسا صحيت معناتها مش حبيت تربح لكن تجي كذاك بصراحه معناتها تجي مره في التاريخ فرنسا تونس في فرنسا في يغزو بطريقه خايبه العرب غادي عشت حالات من نوعها هذم لا 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 جمله باهي بونتو ما تنساش بونتو ما تنساش اول بونتو في كارير نتاعي في تشامبيونز ليغ مع سلافيا براغ تاريخ مخلاني اول تونسي في تاريخ ماركه في تشامبيونز ليغ يعني معناتها دونك اول بونتو قعد في التاريخ نتاعي ومتاع تونس. باهي بونتو مزيان سجلته احلى بونتو. مزيانه. مزيانه.
نقولوا الكونتراتاك هذيك نتاع نتاع الاسبيرونس هذاك خاطر مو جيما معناتها مش مخدوم معناتها مخدوم ومش الحكايه نتاعي معناتها فهمتي ابل في الاسباس وسبرينت فهمتي ديما واحد ريجيسور ديما كي يحط بونتو معناتها اللي الحكايه مش نتاعو معناتها ديما تبدا بونتو حبيت ماركي انت حبيت ماركي هنا نقول لك تخمم برشا قاعده هي فيزا اخر بونتو طرحو جرجيس بنالتي نتاع صبر خليفه باهي ملاعب خدام ملاعب خدامه يخدم برشا يخدم برشا احمد خليل بالعكس توم ملاعب كركار لا لا ما نجمش ينفدلك وتجيني نورمال نورمال كيما الزوادي كيف كيف اي عادي دراجي اسامه دراجي لعبت معاه هاي ترينت عنده ما ترينت معاه في ليك ناسيونال وفي اوكي به اقوى جمهور لعبت ضده لعبت كونترو اقوى جمهور لعبت كونترو ليسبيرونس ليسبيرونس اقرب جمعيه ليك في تونس بعد الكلوب من بعد الكلوب اي قولوا سي ابي خاطر عندي ولد اختي كوره غادي دونك ديما نتبع به ديسيزيون ندمت عليها ندمت عليها ديسيزيون وقتها كنت في سلافيا باغ كنت عندي دي زوفر معناتها في المانيا في برشا وبصراحه معناتها حتى في السعوديه دي كونترات ومش نورمال معناتها ندمت كيما خديتهم مش ديريكت قبل وانت جاي خممت قلت زعما شنو باش يسالني بيان سور معناتها شنو نقول دونك كانت هذه الكويس تك صحة تجاني شرفتنا بحضورك اليوم مرسي بوكو خويا ان شاء الله بالتوفيق نسمع عليك اخبار باهيه نشوفوك في جمعية على قريب ان شاء الله دونك كملنا هكا زون ميكس شكرا ياسر جويني في الاخراج تقابلوا كالعاده في السبت الجاي في زون ميكس اجمل تحيات اسلام المدب زون ميكس اكسبريس اف ام تزيد في القيمه مرحبا بكم على اكسبريس اف ام معكم سيما المزوغي وهذا ايكو كولتور اليوم في حكايات ايكو كولتور معنا الممثل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني خالد هويسة باش نحكيه على الاستثمار في المجال الثقافي والخطاب الثقافي الرسمي في بوان كولتور معنا محمد علي ميداني نحكيه على الاستخداب شركة الناشئة اللي تثمن التراث من خلال التكنولوجيا في البورصة الثقافية معنا من باريس الممثلة السينمائية والتلفزيونية أميرة شبلي باش نحكيه على جديدها وموقفها من سياسة الحكومة تجاه الفنان في الانترفيو معنا الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدين باش نحكيه على المثقف تونس والمرأة التونسية في فوضى العنف لابوليميك كولتوريل اليوم بعنوان للعفاس وأتباعه وأذياله ومن لف لفه اقعدوا معنا